ثم الحديث الثالث والستون أيضا عن أبي سعيد الخدري وإسناده حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شجاع المؤمن أو سوكة يفاتها أو شيء يؤذيه يرفعه الله بها يوم القيامة درجة ويكفر عنه بها ذنوبا. هذا من الحديث التي تجمع بين تكفير الذنوب بسبب المرض وبين رفع الدرجات أيضا في الجنة. ولكن لا بد أن نذكر دائما وأبدا أن التكفير وأن الرفع في الدرجات يكون بحسب الأذى أو المصيبة التي تصيب المسلم.